إلى التطورات الميدانية لأزمة أوكرانيا والحرب هناك، حيث أعلن جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بأنه شن ليلا عملية عسكرية خاصة في شبه جزيرة القرم، وأكد المصدر ذاته بأن العملية حققت جميع أهدافها وأدت إلى مقتل قوات روسية، كما تم خلالها رفع العلم الأوكراني. وأوضحت الاستخبارات الأوكرانية بأن وحدات من القوات الخاصة قامت بإنزال في بلدتي أولينيفكا وماياك في غرب القرم قبل أن تغادرها من دون تسجيل خسائر في صفوفها. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها نفذت في الساعات الماضية ضربة ناجحة لمركز صنع قرار تابع للقوات الأوكرانية. وأوضح البيان الروسي بأن القوات المسلحة شنت ضربة جماعية بأسلحة بحرية وبرية بعيدة المدى وعالية الدقة أدت إلى تدمير المركز من دون تحديد مكانه. وفي السياق ذاته شنت القوات الروسية سلسلة عمليات متفرقة على جبهات كوبيانسك وخيرسون ودانيتسك وزابوريجيا. عامر العروقي ينضم إلينا من كييف للمزيد من التفاصيل حول ما جرى من قبل القوات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم من إنزال. نعم فضيلة، وفقا لما أعلنه جهاز الاستخبارات الأوكراني فقد قامت وحدات من المخابرات الأوكرانية بمشاركة القوات البحرية بإنزال ناجح على شبه جزيرة القرم، ومن خلالها تم الاشتباك مع القوات الروسية المتواجدة هناك. ووفقا لبيانات الاستخبارات فإن العملية كانت ناجحة، حيث أعلن المتحدث باسم الاستخبارات بأن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 4 زوارق فائقة السرعة، وكذلك أيضا قتلت ما لا يقل عن 30 جنديا. ووفقا للبيان فإن جنود الأوكران جميعهم عادوا إلى الداخل الأوكراني بسلام، وهو أيضا ما يؤكده الرئيس فولاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، وقال أيضا في كلمة له بأن العملية كانت ناجحة، ولكن سوف ينتظر التقارير الرسمية من رئيس جهاز الاستخبارات الأوكرانية، خاصة وأن هذه العملية تأتي في ذكرى إحياء الجانب الأوكراني عيد الاستقلال ورفع العلم على هذه البلدة. على حد وصف الرئيس الأوكراني هي عملية من أجل تحرير شبه جزيرة القرم. في المقابل أيضا خلال 24 ساعة الماضية قال الجيش الأوكراني بأنه تصدى لقرابة 23 هجوما شنه الجيش الروسي على المناطق الشرقية، وأن القتال ما زال مستمرا في جنوب مدينة باخمود. وخلال النهار أيضا نفذ الجيش الأوكراني 7 غارات، هذه الغارات استهدفت نقاط تمركز القوات الروسية على طول خط الجبهة في المناطق الشرقية وأيضا في المناطق الجنوبية. فضيلة، شكرا جزيلا لك من كييف عامر العروقي.